السلام عليكم، كيف انتم؟ لاباس عليكم؟ على خير الحمد لله. ايوا المهم غوايب هادي غيبت عليكم، المهم ماشي بيدي. الوصفه ديال سباكيتي سباك الله وخمامس اللي جربها وكلشي عجباتو، واحد مول الجامبا باقي كنستناه. المهم انا كنستنى كامول الجامبا و لي ما ان شاء الله كوكيتاس كوكيزات الجبن د الجداد اللي غادي نحتاجو لهم بصله متوسطه مع ثلاثه ديال الدراس ديال الثوم، واحد 150 غرام د الزبده، 150 غرام د الطحين، الجداد الثومه حسب الرغبه، مثلا 250 300 400 غرام اللي عندكم، الصدره اللي عندكم قطعوها طريفات وصافي هكذا ستيتوين. انا كنزيد هادي الليمه وكاوزه بحكوكه طبعا. نبداو على بركه الله. غادي نعملو الزبده ديالنا في المقله ونعملو معها نعملو معها بصله والثومه. كيف كتشوفوا هنايا الزبده ديالنا دابت، غنكبو عليها البصله والثومه طبعا، غادي نزيد لها الابزار شويه، هي شويه. المهم غادي نزيد لها كنور، واحد ضمه كنور، يعني ملح ما درناوش بزاف. غادي نزيد الحك جوزه، الكاوزه ما تعملوش بزاف باش ما تدوخوهمش، اللي ياكل يدوخ. عملوا غير شويه واش انا نحكوها. نمشي بزاف لان هي بزاف كتمرر وكتدوخ بجوج. كيعجبني شغي نحكو كسهله مهله، ما هكذا تليفون صافي. كنحكو هادي كيف كتشوفوا هنايا، ملي عملت داك الجداد ديالي ودي شي زيت الطحين، قطعت داك الليمه ياك، كنبدا نزيد الحليب. الحليب كتزيدو شويه بشويه، شفتيو حتى هنايا لان بيد واحد يمكن ليه شي شويه على حساب كي بغيتو. هاد بقى لكم صفيقه ولا لا؟ احسن تبقى صفيقه باش ما كيطرطق لكمشي. وحين غادي نجمعها كامله، غادي نزيد واحد الفتيوته ديال الكيسو دي بولا فرماج روج وصافي. وانتم معايا صافي، كروكيطات ديالنا هما هادو ها كيف كيكونوا دابا، باقيين سخونين ياك. غادي نخدم يدي انا، غادي نطولو اما هكذا اما بالمعلق، والمعلق كيجي احسن. انا عندي واحد هكذا، وعملو لهم هكذا، لما دابا عندكم هكذا داركم هكذا تا كتعملو سو فورم ديال كروكيت. هما دي الطريقة القديمة اللي كانت على هكدا، غنخليهم يبردو ثم هكدا غنسبكوهم بيدكم هكدا، بقاو بهاد الطريقة حيت سخونين هكدا. أنا ديك الليمة اللي زيت كتجي زوينة معاهم. واش تحبوا ما اجي شكون كيعجبوه لي صوص حق ماشي باش نطيبهم، انا نعمل لكم بحال واحد اللايف ونخرج نعطيكم لي صوص. دابا الوقت البيصار، داك لاصوص دو البيصار كدي واي واي ياك. صافي غنبقى بهاد الطريقه هادي، من بعد كاد صافي. وكنعملو لهم بيطه
اللي كيحب يعمل الطحين يعملو، اللي ما كيحبش ما يعملوش. هو الطحين بحال اللي كيزيد اصلا فيها الطحين. صافي كنزيدهم هكذا. من بعد القلي الحاجه الوحيده اللي ما كتشبعش وشحال ما عملتي ما كتكفى، ما عرفتش واش انا ولا كلشي انا كيحمقوني. وصافي تبقاو معايا تنشوفوا الطبق النهائي كيف كيكون. فحال مثلا دابا بيطه والشابلور شي واحد الحاجه اللي هي نوريها محتاج شي. انا عندي واحد مثلا نوريها لكم صبروا نوريكم واحد تخيك كنعدل بها هادشي هذا كيجي مكوري. هو نورمالمون هذا كيكون هذا قولوا لي نتوما القفته هذا اللي كتشبروه هكذا قياس كتعملوه هنايا هي ها هكذا كتسيبو هنايا شفتوا عاود هكذا. هذا غير بحال هكا بلا ما دعملو داك دم معلق. هذا الشيء قديم وهذا دابا اللي كاين دابا هذا شريتو من علي اكسبريس. بغيت نطلبو لكم اللي بغاه هنا نشتريه له شي كنت شفت 15 دراهم ولا 18 المهم شي حاجه بحال هكا كانت. هذا عرفتي فيه كيجي عاود كثر مزيون في الكفته باش تبقى توسخكم يدكم كتعملوا كتكويوها هكذا كتكوروها هي كتشبع التكويره ديالها سبحان الله تو كدوروها هنايا وهي كتشبع داك التكويره ديال الكفته او كتعمروا هذا وكتقطعوا كتكوروا حق هذا مزيون صراحة الله. شو كان وريك كل الحاجات اللي كان شري كان وريك داك القجار ديال المرجان تبارك الله مبقاش ني ما شراهش كيطلقاني كيقول لك ميدينا شريت القجار بحال ديالك والله الا مضخم كيفك مزيون ولي مزيون فيه هو اللي هو كيجمع. صافي نبقى بهذه الطريقه هذه بلا ما نضيعوا الوقت ونوري لكم الطبق النهائي ديالو ان شاء الله. و هنايا عملت واحد جوج بيتزات حتى عملتهم قلتاش ما نشاركهمش معكم ماشي شي حاجه كبيره ولكن النسمه طالعه مزيونه ديالهم صراحه الله. نبداو بالاوليه وغادي نبداها لكم بالتفصيل المميل باش كانني عدلت قدامكم. كنشبروا واحد الفلفله واحد القرعه كنقطعوهم رقيقين انا باش نعلي في واحد الفتيل حتى هنايا درت تقيقة وشبرنا في الفلفلة عاود قطعناها طول تمام ياك صافي. هادو هادشي اللي عملت شبرت طوماطيش ستيتوا ها هي قطعتها دوار ونزلتها عشوائيه غير نزلت وصافي ياك. شبرت قبل ما عملت هاد الخضره هادي في الوسط دهنايا عملت شي جوج داك طوماطي فريتو عملت هادي ياك عملت شويه في الوسط شبرت معاها فتيوته ديال الكيتشوب وخلطتهم. حين خلطتهم دردرتها كامله عليهم وشبرت داك القرع عملتها عملت الفلفل وداك الطوماطيش. هادي شنو عملت لها وحده عملت لها ميخيونيس شبرت داك الميخيونيس شبرت حركت داك الزيت والمراق ديالهم فحالي فزكت بهم داك القرع والفلفل هذا فزكتو بهم ياك باش شبرت الميخيونيس ودردرتهم. موراهم شبرت هاد البصل بصل فريتو هذا كيحمق انا كيحمقني كتمشي عليكم كيعجبني. المهم هذا شبرت هاد البصل هذا هذا فاكولتاتيف بغيتو عملوها عملوها ما بغيتوش ما تعملوهاش حقو داك من الاحسن حيت اي حاجه كنزيدوها مزيونه كتعطي طوكي مزيون ما علينا. كنشبرت ودردرت هكذا عاود فوق وجههم صافي كملت
حكيت البصله ديالي البصله حكيت الجبن ومت الزويتنات وغندخلها ان شاء الله للفرن صافي. هذه لا هذه عملت لها عاود نفس الشكل، شبرت الصحته ودردرتو فوق وجهها، هذه شبرت القرع وفلفل ديالنا وداك الطوماطيش، هذه عملتها بالتون حيت كاينه كياكل مخيونس كاينه ما كياكلهمش، المهم انا كناكلهم. هذه عملتها بالتون نفس الطريقه داخله الطريقه هذه، هذه بالمخيونس وهذه بالتون صافي. عملنا الزيتون والجبن والنبي عليه الصلاه والسلام حتى هي هذه، انا نوريها لكم هذه هاي. هادي شريتها من ليدل، كنظن من ليدل، كلكم اورو نص اورو 20 شي حاجه بحال هكذا، المهم علينا موجودين كاينين دابا هادو موجودين وصافي. ودابا من بعد انا نوري لكم الطبق النهائي حين نوري لكم مع كوكيطات ان شاء الله. كيف كتشوفوا هنايا الكوكيطات ديالنا هما وجدوا، ها هما تقرب منكم جاو مزيونين لدي الداد. ايوا كنتمنى الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم، ساهلين ماهلين ما فيهم حتى شي حاجه، المقادير سهله ما مهم اللي كاين في الدار. انا قلت لكم شويه جدد جداد نوضوا نعملوهم وصافي وبالصحه والعافيه. الا جربوا بحال جربتوا اشياء اخرى كنفرح اللي كيجرب شي حاجه يقول لي خرجت لي ميتيه كتحمق كتحمق، المهم بدون ذكر الاسماء ياك. الا بالصحه والعافيه وبون ويكاند. عاودوا جاتنا لكم مسخيتي بكم. البيزا ديالنا البيزا ديالنا هي وجدت، نسيت ما وريتها لكم لان نسيتها مره بقات حتى على البال ديالي حتى عاد جبدتها. هي وجدت هذه ديال مخيونيس، كنتمنى حتى هي تعملوها. لاباط شريتها غير من كارفور داك المربعين هادو كنتمنى من الاعجاب ديالكم. عاد لوها سهله مهله والله الا نهار الجمعه داك القرعه اللي كتبقى لكم قطعوها وفلفل قطعوه. يلا بون ويكاند، يلا جوج الوصفات في نهار واحد شفتوا شكون فحالكم.